احنا اصول ناخد معاهم. هي عبطت؟ يلا اللي تحت ده معدي المليارات بكتير قوي. بقولك ايه يا اسطى، انا راجل ماليش في الشمال، وانت من الاول اتفقت معاهم ان انت هتحفر وبس. ارضى بقى باللي ربنا كاتبه وقول الحمد لله. يا ابني رضا ايه يا ابني؟ يا ابني انا بكلمك في مليارات يا ابني، وانت مخك اخره الفول والطعميه والحفر. هو في كده يا جدع جتكني على الفقر؟ يا عم الحفر ده اللي مأكلني ومأكلك عيش، انت ليه دايما طماع؟ ما ترضى باللي ربنا كاتبه. يا بهيم افهم يا عم. لا مش هفهم. لا هتفهم دلوقتي. انا وانت اللي عارفين المصلحه دي، وعارفين الحفره فين وظروفها ايه واولها من اخرها ايه، واللي زي دول ولا هياكلوا معانا عشان هيخافوا لما نطور بالكلام ونعمل لهم نوش. اشتري مني، دي فرصه عمرنا. اقطم بقى، اقطم بقى. ازيكم يا رجاله؟ تمام يا باشا. ازيك يا باشا؟ بقول لك ايه يا باشا والنبي، احنا كنا عايزين نتكلم معاك في حاجه كده. حاجه ايه؟ ما تخليها بعد الحفر، انت عارف كويس جدا ان المقبره دي غير المقابر كلها. لا لا يا باشا الله يبارك لك، احنا هنتكلم دلوقتي قبل الحفر. قول من الاخر عشان ما اطولش عليك في الكلام يا باشا. انا فيها يا خفيها، احنا عايزين نسبه من الكنز ده يا باشا. انت جننت ولا ايه؟ اتجننت ده يا باشا؟ اوعى تكون فاكرني بدوع على قفايا ومش عارف اللي بيطلع من تحت الارض ده هيسوى له كام. اللي بيطلع من تحت الارض ده ملكنا احنا. ملكك منين يا ابو ملكك؟ هو كان جده كاتب لك بيع عادي بيع وانا مش واخد بالي ولا ايه؟ انت عبيط يا ابو ايه؟ انت مش شايف الكلمة ازاي؟ شايف شايف. خلي بالك يا باشا كلها هنا عارفه بعضيها. بقول لك ايه؟ دول رجالتنا، ما ينفعش تتعامل معاهم بالطريقه دي بالراحه. وانت ما تتكلمش بالطريقه دي. انت مش شايف يا باشا بتكلم ازاي؟ بالراحه. انت قول لي يا صاروخ، انت شايف ايه؟ اللي انت شايفه يا باشا. عشان عيلي بس بقى فيها شاعر. بص لي هنا، هو انت ما فيش حد مالي عينك؟ مش شايف في كبير قدامك؟ اهدى، خلينا نعرف نتكلم. انت عايز ايه؟ انا هنا، انا هاخد نسبه. انا هاخد نسبه. هتاخد نسبه، ما تقلقش، اعتبره حصل. في حاجه تانية؟ لا، طالما اعتبره حصل يبقى لا. ماشي، ممكن نكمل الحفر بقى؟ خلاص يلا يلا. ايه يا باشا؟ سيبهم. سيبهم ازاي؟ كان متوقع الكلام ده. انت عايز ايه؟ سيبهولي، سيب لي الطلعه دي انا.